السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخير جميعا، حياكم الله. ما أدري هل الصوت واصل عندكم؟ بالله يكتب لي رقم واحد إذا صوتي واضح عندكم، رقم واحد على الشات لو سمحتوا. الجميع، أتمنى الجميع يشارك معنا، الله يعطيكم العافية. الليلة دورتنا اليوم لمدة تقريبا ساعة، يعني دورة بسيطة وخفيفة، وإن شاء الله يعني نستمتع وإياكم بالمعلومات اللي موجودة فيها، ونتبادل نحن وإياكم المعرفة. شكرا لكم، شكرا لجميع الحضور. حتى الآن وصلنا إلى 400 مشارك ومشاركة معنا، حياكم الله. الآن بس أستاذ علي إذا ممكن تبدأ التسجيل، الله يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في ندوتنا أو أمسيتنا التدريبية لهذا اليوم بعنوان التعلم الذكي. في البداية أرحب بكم باسمي أنا محدثكم محمد جار الله، وباسم عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، وباسم برنامج مبادرون الذي تقدمه لكم جامعة الملك خالد في شتى المجالات، في شتى التخصصات، ندوات ودورات تدريبية مختلفة في شتى المجالات. نرحب بكم جميعا في هذه الأمسية. محدثكم محمد جار الله، يمكن البعض منكم قد يعني شرفني بحضوره في دورات سابقة أو في ندوات سابقة. طبعا أنا مدرب ومصمم تعليمي متخصص في مجال التعلم الإلكتروني، مدير تدريبي عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، وأيضا مراجع معتمد من منظمة الكواليتي ماترز المتخصصة في معايير الجودة في تصميم المقررات الإلكترونية، وأيضا حاصل على الشهادة الاحترافية للتعليم عبر الإنترنت من جامعة ويسكونسن الأمريكية. حياكم الله جميعا. الصوت يقول بعيد، لا راح ان شاء الله اقرب من الصوت باذن الله، واسمحوا لنا ان احنا نقفل الشات، الله يعطيكم العافيه. طبعا برضو نرحب بزميلي في اداره هذه الندوه الاستاذ علي العوصي، فهو الجندي المجهول في اداره هذه الجلسه. شكرا لك يا استاذ علي على ادارتك معنا وحضورك معنا هذه الليلة، وشكرا لكم أنتم أيها الحاضرين والحاضرات على حضوركم في لقائنا هذا اليوم. طيب قبل أن نبدأ، طبعا الميكروفونات عندكم مقفلة جميعا، يعني هذا لقائنا هو عبارة عن ويبينار، فالميكروفونات كلها مقفلة عند الجميع، الكاميرات أيضا مقفلة عند الجميع، فقط عند المتحدثين صلاحية الميكروفون والكاميرا فقط. إن شاء الله جميع استفساراتكم سأجيب عليها في نهاية الندوة. يستخدم الشات أو المحادثة المشاركة وطرح الأسئلة في موضوع الدورة. التحضير تلقائي عن طريق النظام، ليس هناك نموذج للتحضير، يعني ما حد يروح يقول لي أنه هل في نموذج تحضير، لا، التحضير كما تعودتم عندنا في جامعة الملك خالد في أغلب الندوات اللي تقدمها أو في عمل التعلم الإلكتروني بالذات، التحضير يكون تلقائي عن طريق نظام الزوم. ايضا حاولوا انكم تجهزوا برنامج قارئ او ماسح رمز الكود او رمز الاستجابه السريعه كما يسمونه او يترجمونه، لانه احتاج منكم انكم تشاركون معايا وتتفاعلون معايا على بعض الاسئله التي راح اطرحها عليكم، على اساس نتبادل نحن واياكم المعرفه والخبرات في هذا المجال، وكلنا متعلمين وكلنا نطمح ان نكون يعني متعلمين ونحقق يعني اقصى فائده من تعلمنا في اقل وقت واقصى وايضا اقل جهد. طيب متطلبات الحصول على شهادة الحضور حق الليلة، طبعا اللي يجب ألا يقل حضورك عن 70% من زمن الندوة الإلكترونية، وبإذن الله سوف تصلكم الشهادات يعني بإذن الله خلال أسبوع على البريد الإلكتروني. طيب اليوم إن شاء الله بإذن الله في لقائنا السريع هذا حنحاول نحدد مفهوم التعلم الذكي بشكل واضح، أيضا حنتعرف على خصائص التعلم الذكي، ونحدد ما هي المهارات اللي لما حنا نطبقها فعلا راح نتعلم بذكاء، أيضا حنتعرف على خصائص الطالب الذكي وما هي مميزات هذا الطالب لكي أو المتعلم لكي يكون ذكيا في تعلمه. حنتعرف برضو على مصادر التدريب وعلى بعض أنظمة التعلم الإلكتروني أو المنصات التعليمية إذا أصبحت هو الاسم المشهور الآن بخصوص التعليم عن طريق الإنترنت أو التعلم الإلكتروني. أيضاً حنستكشف أيضاً بعض المواقع والمصادر التعليمية المفتوحة.
طيب احنا عددنا الان تقريبا اللي وصلوا مشاركين معنا تقريبا 500 مشارك ومشاركه. ترى من اين تحضرون الان؟ كل واحد يكتب لي من اين حضر، من اي مدينه، الرياض، جده، الدمام، الشرقيه، لا تكتب الشرقيه، اكتب الخبر، اكتب الاحساء، او الدوله اذا كنت من خارج المملكه، الامارات، الكويت، مصر، السودان، اليمن، امريكا، فرنسا. يعني في دورة السابقه كانوا حاضرين حتى من بعض الدول الاوروبيه. هذا هو رمز الاستجابه عندكم او رمز الكيو ار كود، ونشوف الليله الناس اللي حاضرين معنا من اي دوله او من اي مدينه اكثر شيء حاضرين معنا الليله. ال 500 شخص الان اللي حاضرين كم عددهم؟ ممتاز. إلى الآن جدة والرياض متصدرين المشهد، عندنا من تنومة، الخرج، القطيف، ينبع الصناعية، مكة، صفوة، الجوف، جزائرية مقيمة بدولة الإمارات، حياكم الله جميعا، الأحساء، أبها برضو، جازان، الباحة، الأحساء، الدمام. ما شاء الله فيه تنوع كبير، ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله جميعا، نرحب بكم في أمسيتنا هذه الليلة من أينما كنتم ومن أي مدينة، سواء كنتم داخل المملكة أو خارجها. كالعادة الرياض تتصدر المشهد غالبا، وجدة طبعا كأكبر مدن عدد سكانا يعني في المملكة العربية السعودية، حياكم الله جميعا. بدأت بعض المدن يعني يزداد حجمها زي الأحساء، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القطيف، أبها، حياكم الله، خميس مشيط، الطائف، الله يحييكم جميعا. شكرا لكم. اسمحوا لي بس أني ألتقط يعني الشاشة هذه لأنها يعني صورة تعبر عن صورة معبرة حقيقة، فمن المهم أن احنا نحفظ مثل هذه الأشياء. يعطيكم العافية، أشكركم جميعا يعني فردا على مشاركاتكم أينما كنتم من داخل المملكة أو خارجها، الله يحييكم جميعا. طيب بعد ما الآن حددنا، الآن كل واحد حدد المدينة اللي هو يحضر منها الآن، خلونا الآن ننتقل إلى سؤال آخر. حدد دورك، هل أنت اللي حاضر معايا طالب ولا طالبة؟ طبعا طالب وطالبة إجابة واحدة. معلم ومعلمة، لا أعمل، عضو هيئة التدريس، طبعا عضو هيئة التدريس يشمل الرجال والنساء، موظف أو موظفة، اختاروا كل واحد، نبغى نشوف اليوم الحاضرين معنا. يعني أبغى أشوف دورة التعلم الذكي هذه تهمين أكثر شيء، هذا هو الهدف من هذا السؤال، نبغى نشوف من دورة التعلم الذكي الناس اللي يبغون يتعلمون بذكاء منهم أكثر شيء. والله ما شاء الله عليكم، يعني المعلمين والمعلمات 73%، ولا أعمل 15%، ثم طالب وطالب. أنا توقعت صراحة أن يكون الطلاب والطالبات هم أكثر ناس يحضرون معي الليلة، لكن المعلمين ما شاء الله عليهم دائما ويعني حريصين على العلم والمعرفة، وأكيد أنه تعلمهم هذا يعني الهدف من حضورهم أتوقع لكي ينقلوا هذه المعرفة لطلابكم، وهذه رسالة مني لكم أيها المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس، وأيضا الطلاب، أنكم تنقلون المعرفة التي سوف نتبادلها اليوم معاكم بإذن الله إلى طلابكم وإلى طالباتكم في جميع. أنا صراحة زعلان أعضاء التدريس 1%، يعني على العموم فيكم الخير والبركة، 1% فيهم الخير والبركة، الله يحييكم جميعا. حتى الآن اللي شاركوا معنا 233، طيب والبقية؟ عند الحاضرين معنا تقريبا 569، يعني أتمنى من مشاركة الجميع لكي هو يكون هناك في نوع من التفاعل والتواصل. ما ودي أنا أستأثر بالحديث حقيقة، لأنه الفصول الافتراضية أو التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني يفضل أن يكون هناك يعني نقطة مهمة جدا في الموضوع اللي هو تعزيز التواصل والتفاعل بينك وبين طلابك، خاصة إذا كانوا عن بعد، خاصة إذا كانوا في الفصول الافتراضية، لأنك يعني ما تجدهم أمامك، يعني لو كنت في الفصل راح تقدر تسيطر عليهم بشكل عام، يعني وقوفك أمامهم بحد ذاته يعتبر سيطرة أو متابعة لهم بشكل كامل، لكن وهم عن بعد قد يكون من الصعب أنك تتابعهم إذا ما كنت تسألهم يعني كل شوية سؤال، تتواصل معهم، تقسمهم من مجموعات على أساس أنك تستفيد معهم.
شكرا لكم، أشكركم جميعا. إذا المعلمين والمعلمات هم أكثر فئة حضروا حيحضرون معنا اليوم، وأيضا بعدهم الذين لا أعمل ما عندهم عمل، إن شاء الله نتمنى لهم أن يحصلوا فرصة وظيفية أفضل، وأن يساعدهم التعلم الذكي أنهم فعلا يجدون فرص وظيفية أفضل. وهذا بالتأكيد أنه إنسان لما يتعلم لما يطور مهاراته بلا شك أنه راح بإذن الله راح يجد فرص وظيفية أكثر، ويجد فيه تنوع أكثر، وراح نتعلم برضو إيش بعض المنصات التعليمية اللي راح تساعدنا في تطوير مهاراتنا وكيف نتعلم بذكاء، وأيضا ممكن حتى تعطينا شهادات حتى من أرقى الجامعات العالمية. طيب أشكركم جميعا على مشاركاتكم وتفاعلكم معي، الله يعطيكم العافية. خلونا الآن نسأل سؤال. يعني أنا زي ما ذكرت لكم الموضوع تبادل المعرفة وتبادل خبرات مع بعض، وما شاء الله يعني 70% عندنا معلمين ومعلمات، يعني كلكم مارستوا مهنة التعليم أو 70% تقريبا. طيب الآن لو سألتكم سؤال، كيف يحدث التعلم؟ يلا شاركونا في الشريحة الجاية. نفس الشيء السؤال الثالث اللي بعده في نفس الباركود، نفسه يعني نفس الرابط ما تغير. سؤال الثالث، كيف يحدث التعلم؟ اكتب لي هنا كتابة، ما في اختيارات، كل واحد يكتب لي بشكل مختصر، يعني زي ممارسة. ممتاز، بالممارسة بالشغف. يا سلام يا سلام، كلمات رنانة حقيقة. إذا وجدت عناصر التعلم، يا سلام عليكم، ممتاز. عن طريق الاكتساب والاختزان، الدافعية، الالتزام، الحب، تدريب وتطبيق للمفاهيم. ما شاء الله بدأت القائمة يعني تزيد، ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية. بالبحث، بالمرور بالتجارب، مثير واستجابة، دافعية وتحفيز، البحث عن المعلومة، بالاستكشاف والبحث، الممارسة واكتساب المهارات، التعليم والتعلم عن طريق الملاحظة، الحب والتفاعل، الرغبة عن طريق التجربة والخطأ. أحسنتوا، التدريب والممارسة، طريق البحث، تغير في السلوك، التكرار، متى أراد المتعلم والمعلم. التدريب والاستكشاف والبحث، مرسل وسيلة واتصال المتلقي، التطلع والشغف، التعلم بالخبرة، الحوار والمناقشة، التطبيق والإنجاز، بالرغبة والميول. سؤال عميق، التعلم يحدث في أي وقت وفي أي مكان، يحدث عندما تكتسب المعرفة والمعلومة. ممتاز، التجارب، بالاستكشاف والبحث، الاستقراء، الدافعية، بالسؤال، ذاتي، طريق البحث، وجود الرغبة والدافعية، عندما تتوافر أدوات وسائل من الطالب والمعلم والكتب والبيئة التعليمية. جميل، بالممارسة والشغف والحب للعلم، عن طريق دور الأهل في تأهيل الطالب لحب العلم. يا سلام، يحدث التعلم عبر ثلاث مراحل أساسية، مرحلة الاكتساب، وأيضا مرحلة الاختزان، ومرحلة الثالثة ما هي موجودة. يعطيكم العافية، شكرا لكم. القائمة بدأت تطول معايا حقيقة، ما نملحق حقيقة نقرأ المعلومات. الدافعية للاطلاع والبحث والتجربة، الرغبة في الممارسة، بالعزيمة، القفزة المعلوماتية، إذا وجدت أركان التعلم، الاكتساب، الفهم، القراءة والرغبة، الحماس، يحدث التعلم بالاستجابة للمثيرات الخارجية، طبعاً دول أصحاب المدرسة السلوكية، حل المشكلات، قل لي وسوف أنسى، أرني وقد أتذكر، أشركني وسوف أتعلم. جميل، هذه أحد المقولات المشهورة في التعلم. علمني كيف تهلم أو تلهم، التعلم بالإنجاز، حل المشكلة، وصول إلى الهدف، بالتفاعل بين المعلم والمتعلم والطريقة والجهاز، والاكتساب، العلم بالتعلم والاجتهاد والاطلاع. جميل، تقريبا الآن صارت أغلب المشاركات تتكرر، الله يعطيكم العافية. شكرا، شكرا لكم كما تشاهدون الآن، هذه مشاركاتكم وتفاعلكم، الله يعطيكم العافية. طيب تقريبا يعني كل إجاباتكم يعني تصب حقيقة في هذا، في الإجابة على هذا السؤال الكبير، أنه كيف يحدث التعلم. حقيقة أن مفعول أن التعلم حقيقة يحدث من بداية يعني ولادة الإنسان، من بداية الإنسان
وهو يتعلم يعني من صغره، من بدأ مثلا يتعلم الحبو ثم يتعلم الكلام ثم يتعلم المشي وهكذا. فيعني إلين زي ما كما يقال يعني العلم من المهدي إلى اللحد، فيحدث التعلم غالبا بشكل رسمي أو غير رسمي. طبعا بشكل رسمي غالبا يعني الرسمي يكون في المدارس، في الجامعات، في المعاهد ومراكز التدريب، أو حتى عن طريق منصات التعلم الإلكتروني. وأيضا قد يكون التعلم غير رسمي. يعني إيش غير رسمي؟ يعني يكون ما يكون في مكان العمل، في المنزل، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فنحن في منازلنا نتعلم، ونحن أيضا في مثلا في عن طريق حتى شبكات التواصل الاجتماعي، لما تدخل على الواتساب ممكن تتعلم أشياء جديدة، لو دخلت مثلا على تويتر حتتعلم أشياء جديدة، لو دخلت مثلا على اليوتيوب أيضا حتتعلم أشياء جديدة. فالتعلم الغير رسمي أيضا يحدث في كل وقت، وفي بعض الأحيان قد يحدث التعلم بدون تخطيط، حتى بدون أنت بعض الأحيان تدخل على تويتر وتجد في معلومة بدون ما أنت مخطط لها سابقا، لكن اكتشفتها واكتسبتها، ما كانت هذه المعلومة عندك من قبل، لكن دخلت على تويتر وشفت هذه المعلومة واكتسبتها، دخلت على اليوتيوب وشفت فيديو تعليمي بدون بقصد وتعلمت معرفة جديدة. نفس الفكرة، فهو أيضا التعلم قد يحدث إما بشكل رسمي زي ما ذكرنا في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات، أو بشكل رسمي أما زي ما ذكرنا أما في المنزل، في العمل. أنت في العمل أيضا تتعلم أشياء جديدة، أول ما تتوظف في وظيفتك غالبا يعطوك مثلا برنامج تدريبي من خلاله تتعلم المهام اللي راح تقوم بها في هذا الفصل أو في هذه الوظيفة. أيضا كل يوم وأنت في عملك تتعلم أيضا، تكتسب مهارات جديدة وتتعلم أشياء جديدة. أيضا في المنزل تتعلم أشياء جديدة من خلال القراءة، من خلال الكتابة، من خلال الحوار مع الوالدين. كل هذه الأشياء يعني تسبب حدوث لعملية التعلم. فلا يكون في بالنا أنه فعلا التعلم يحدث فقط في المدارس وفي الجامعات، لا، التعلم أكبر بكثير. يمكن التعلم اللي يحدث غير النظامي في ذهننا يمكن يكون أكثر من التعلم النظامي. طيب، هذا تعريف ما هو التعلم. التعلم لو حبينا يعني نعرف، طبعا من التعريفات المشهورة لعملية للتعلم بالذات، يقول التعلم هو تغير ثابت نسبيا في السلوك نتيجة جهد يبذله المتعلم عبر خبرات يمر بها. خلونا نناقش هذا التعريف كده بشكل سريع. نجد أن هذا التعريف يعني يتكون من أول نقطة فيه، اللي هو أن يكون هناك فيه تغيير. فالتعلم أي شيء جديد يتضمن التغيير. إذن التعلم إذا ما أحدث تغيير فلا يسمى تعلم. إذن أول عنصر من عناصر التعلم أنه يحدث تغيير عند المتعلم. النقطة الثانية أنه الاستمرارية، أنه هو ثابت نسبيا يعني مستمر. فالتعلم يتضمن الاستمرارية النسبية لتأثيره على السلوك، لأن التعلم يستمر. أنت حتأخذ المعلومة بعض الأحيان بأكثر من طريقة، مرة تشوفها فيديو، مرة تشوفها مثلا في تويتر، مرة تشوفها في ممكن تأخذ معلومة عنها في المدرسة مثلا أو في الجامعة وهكذا، فهي معك وثابتة مستمرة. العنصر الثاني أو الخاصية الثالثة في هذا التعريف اللي هو الخبرة. فالتعلم يتضمن معايشة خبرة، يعني لازم تعيش خبرة تعيشها. فمثلا إذا حبيت أنك تمارس تقود السيارة، لازم أنك تركب السيارة وتتعلم قيادة السيارة، لازم تمر بتجربة قيادة السيارة على أساس تتعلم. مهما قرأت عن تعلم القيادة من كتب، ومهما شفت من فيديوهات تعليمية لتعلم القيادة، إذا ما مارستها من خلال خبرتك ومارست الخبرة هذه بشكل عملي وبشكل تطبيقي، عمرك ما راح تتعلم قيادة السيارة. فمهم جدا لكي نستفيد من تعلمنا بشكل جيد، يجب أن احنا نمارسه ونطبقه في حياتنا. حتى احنا كمعلمين، كمعلمات، كأعضاء التدريس، إذا حبينا فعلا يكون لتعلمنا أو لتعليمنا أثر، نحاول نربطه دائما بالحياة الواقعية، بحياة طلابنا، كيف يستطيع أن يطبق هذه المعلومة في حياته. فلو استطعنا أن احنا نصل لكل معلومة موجودة في كتاب، سواء في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، لو عرفنا أن احنا كيف نطبق كل معلومة منها، كيف الطالب يطبقها بشكل عملي، راح فعلا يستفيد منها بشكل جيد. أيضا الخاصية الرابعة أو في هذا التعريف اللي هو النشاط أو الجهد. يجب أن لو تلاحظوا أنه نتيجة جهد يبذله المتعلم. التعلم لا يأتي من فراغ، الجهد لازم الطالب أنه يبذل جهد في تعلمه، سواء من خلال القراءة، من خلال الكتابة، من خلال البحث، من خلال الاطلاع على منصات تعليمية، من خلال مشاهدة فيديو، من خلال مشاهدة صورة.
فلازم الطالب يبذل جهد لكي يحدث التعلم. مستحيل أن يحدث التعلم بدون أن يكون هناك جهد يبذله الطالب أو نشاط يبذله الطالب لكي يغير في سلوكه وفي تعلمه. إذن هذا باختصار مفهوم التعلم. طبعا احنا حنمشي معكم بالتدريج حتى نصل إلى موضوع التعلم الذكي. طيب ما هو التعلم الفعال؟ احنا عرفنا الآن إيش هو التعلم. الآن التعلم عندنا قسمين، إما أن يكون نقل للمعرفة وإما أن يكون بناء للمعرفة. نقل للمعرفة أني أقف أمام الطلاب في الفصل ثم أبدأ أعطيهم الدرس وأشرح لهم المعلومات كاملة، لكن نقل المعرفة أني أقف أمام الطلاب في الفصل ثم أبدأ أناقشهم، أبدأ أسألهم عن الدروس الماضية، أبدأ أسألهم مثلاً نقاط، أشركهم في العملية التعليمية بشكل بناء وبشكل كبير. خلونا نشوف الآن نقل المعرفة هذه يتحكم فيها غالباً المعلم، وتعتمد على التلقين والحفظ والتذكر. دائماً عملية نقل المعرفة فقط تعتمد على التلقين والحفظ والتذكر. التفاعل غالباً يكون محدود بين المعلم والمتعلم فقط، يمكن ما يتجاوز، بعض الأحيان قد يكون في تفاعل بين الطلاب ولكنه يعني محدود في بعض الأحيان. لكن هذا النوع من التعلم اللي هو نقل المعرفة يركز فقط على مهارات المعرفة الأساسية أو اللي يسموها المهارات الدنيا، اللي يسموها مهارات المعرفة والتذكر. هذه هي اللي مهارات النقل أو خصائص التعلم عن طريق النقل المعرفة. أما إذا حبينا نحن نطبق فعلا التعلم بشكل فعال، فلازم نحن نطبق النوع الثاني اللي هو بناء المعرفة وإشراك الطالب في عملية التعلم، من خلال أن الطالب يتحكم في هذه العملية المتعلم بشكل كبير جدا. ممكن نخلي الطالب هو الذي يقوم ببناء المعرفة، ممكن نخليه هو الذي يصل إلى المعلومة بدون ما نعطيه المعلومة على طبق من ذهب، لا، نبدأ نتدرج له في الأساسيات حتى هو يعطينا المعلومة، ممكن هو حتى يشرح الدرس، ممكن يمارس التمرين بنفسه. أيضا تعتمد على الاكتشاف والممارسة والتطبيق، دائما فيها اكتشاف، الطالب يبحث عن المعلومة يمارسها يطبقها أيضا بشكل عملي. وأيضا هناك تفاعل نشط بين المتعلمين والمحتوى والمعلم. إذن جميع أركان التفاعل والتواصل في بناء المعرفة موجودة بشكل فعال. فحاول أنت كمعلم وكمعلمة، وأيضا أنت حتى كطالب أو طالبة، حاول أنك تفعل هذه العناصر، أنك تكون تفاعل بينك وبين المعلم، تفاعل بينك وبين زملائك الطلاب، تفاعل بينك وبين المحتوى اللي موجود بشكل فعال. أيضا هذا النوع اللي هو بناء المعرفة يركز على مهارات التفكير العليا، اللي هي التحليل، اللي هي الابتكار، اللي هي الاستنتاج، الاستنباط والنقد وهكذا. هذه تركز عليها بشكل كبير جدا. إذن التعلم على أساس أنه يكون فعال، نحاول إحنا نمارس موضوع بناء المعرفة بشكل نركز على هذه الخصائص اللي موجودة في الأسفل. طيب ما هو التعلم الذكي؟ الآن احنا تعرفنا على التعلم، ثم تعرفنا على التعلم الفعال. خلونا الآن نروح لمستوى أعلى شوية، اللي هو ما هو التعلم الذكي. شاركونا الآن من خلال نفس الباركود اللي عندكم، وكل واحد الآن يستنتج يعني من خلال ما قرأناه، مما تكلمنا عنه في السابق. أيضا موضوع تفعيل موضوع التقنية بشكل كبير جدا في موضوع التعلم الذكي. الآن أعطونا مشاركاتكم، يعني كل واحد يعطونا تصور، يعني قبل ما أنا أقول لكم إيش التعلم بالذكي، خلونا نأخذ إجاباتكم. تعلم عن بعد، التعلم الإلكتروني، بناء المعرفة باستعمال التقنية، هو تعلم بالطريقة الصحيحة للوصول إلى المعلومة. جميل، دمج التقنية في التعليم، يحدث بشكل تلقائي، هو التعلم الذكي. حلو، التعلم الذكي والتعلم الذكي، جميل. طيب، وفسر الماء بعد الجهد بالماء. يعطيكم العافية، شكرا لكم، أشكركم والله على جميع مشاركاتكم، الله يعطيكم العافية. موضوع الشهادات يا أخوان، أنا ودي السؤال هذا أنه حنا نأخذ نأجل الأخير، يعني هو السؤال، حنا سؤالنا ما هو التعلم الذكي؟ يجي واحد يقول ما هو الشهادات. طبعا موضوع الشهادات، حنا لو أنك حضرت معانا، اللي سأل السؤال هذا لو حضرت معانا من بداية اللقاء كان عرفت إجابته، لأن حنا أجبنا على هذا السؤال ووضحنا استراتيجيتنا في التواصل والتفاعل والأمور هذه كلها، ووضحنا أن الشهادات، أن التحضير تلقائي من النظام، ما في رابط للتحضير، وأيضا الشهادات راح تصلكم بنسخة إلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني خلال أسبوع بإذن الله.
يكون همنا التعلم الذكي وهمنا بناء المعرفة والشهادات إن شاء الله تحصيل حاصل. طيب خلونا نجي إلى إجاباتكم الرائعة. التعلم الذكي هو الإبداع، استخدام بعض التطبيقات وإيصال المعرفة بصورة محفزة. خلوني أنزل من تحت على أساس ما نظلم الناس اللي شاركوا من البداية. ما شاء الله يعني إجابات رائعة جدا، الله يعطيكم العافية. تعلم يدفع المتعلم للوصول للمعلومة بطريقة سريعة وباستخدام التقنية، يا سلام. تعلم باستخدام النظم الإلكتروني، التعلم الرقمي، استخدام مصادر المعرفة، التعلم الذي يعتمد على التفكير الإبداعي، جميل. التعلم الإلكتروني الذكي هو التعلم الذي يعتمد في العملية التعليمية على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والألواح الإلكترونية كمساند نظام التدريس وليس بديلا عنه. حلو. طيب التعلم بأسرع طرق وأقل جهد، يا سلام. تغير في السلوك اكتساب الخبرات عن طريق التقنيات الحديثة، حلو. التعلم الذكي الاستفادة من التقنيات في التعلم، استخدام التطبيقات، تعلم من خلال التقنية، حلو. يعني أشوفكم مركزين على موضوع التقنية بشكل كبير. تعلم إلكتروني يعتمد على بشكل أكبر التعلم التعاوني، مشاركة الطالب مع المعلم، حلو. التعلم الذاتي والقدرة على اكتساب المعرفة بعدة طرق، تعليم ذاتي، التفاعل مع التعليم التقليدي والتقنية، حلو. الوصول بالطالب في التعلم لممارسة المعرفة بطريقة إبداعية، يا سلام عليكم. هو التعلم القائم على استخدام النظم الإلكترونية والتكنولوجيا، هو عملية يعمل فيها العقل بطريقة مختلفة، هو التعلم بحب وإتقان للتطبيق، جميل. يعطيكم العافية. تعلم استخدام التقنية. التعلم الذكي هو التعلم يستند إلى منهجية متكاملة توظيف التكنولوجيا المطورة، جميل. التعلم الذكي يعتمد في العملية التعليمية على الأجهزة اللوحية، حلو. هذا قرأناه قبل كذا، نقل سلوك من خلال، أنا أحب الإجابات القصيرة حقيقة أساس الوقت، خلق بيئة محفزة لبناء مهارات الإبداع والابتكار، الاستيعاب بدقة، التعلم الذي يعتمد على التكنولوجيا، التعلم الفعال وله ثلاث محاور، استخدام التكنولوجيا، حلو، تحقيق الأهداف بأعلى وجودة أفضل الطرق وأقل جهد وأكثر مثابرة، هو بناء المعرفة الذاتية، ممتاز، تفاعل بين المعلم والمتعلم، التعلم الذكي وتعلم بأسلوب ذكي، حلو، التعلم يستند إلى منهجية متكاملة، جميلة. يعطيكم العافية، شكراً، شكراً لكم. الوصول إلى معلومة بسرعة، استخدام مهارات العقل، حلو، الذي يخلق بيئة منتجة للإبداع، يا سلام. التعلم الذكي والتعلم الذي يتم في عملية تعليم الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، تقريبا نفس السؤال أو الإجابة، ممتاز، يعطيكم العافية. التعلم بالتفكير الناقد والتحليل والاستنتاج والاستدلال، طيب يعطيكم العافية، شكرا لكم. على أساس الوقت خلنا نشوف آخر إجابات كده بشكل سريع. البحث والتفاعل، التعلم بين الملقي والمتلقي، أيضا موضوع التقنية، تعلم برؤية 2030، التعلم على النظم الإلكترونية، حلو. التعلم المتعلم الطالب له دور فعال وأساسي من المعلم، دوره الثانوي كموجه وتقديم التغذية الراجعة. طيب يعطيكم العافية، أشكركم جميعا، شكرا، شكرا لكم. تقريبا يعني إجاباتكم يعني تقريبا كلها تصب في موضوع أو في تعريف موضوع التعلم الذكي. خلونا نشوف الآن بعض التعريف اللي حنا استنتجناه من خلال، أنا بحثت صراحة عن موضوع هذا من فترة، يعني موضوع التعلم الذكي، وأيضا شاركت فيه حتى في تقديم بحث في موضوع التعلم الذكي في جامعة حمدان الذكية في دولة الإمارات. وكان موضوع التعلم الذكي عندهم يعني مفعلين بشكل كبير جدا. فاستخلصت من موضوع تعريف التعلم الذكي، هو التعلم القائم على بناء المعرفة من قبل المتعلم. يعني إذا هذا نركز، إذا يعودنا إلى التعريف اللي احنا تكلمنا عنه في البداية اللي هو التعلم الفعال. إذا التعلم الذكي هو في الأساس تعلم فعال، والذي يعني يكون دور المتعلم فيه أو بناء المعرفة فيه يكون على الطالب دور كبير. هذا لا يعني إن احنا لا نغفل جانب المعلم، لا، لكن الدور الأكبر في التعلم الذكي هو على الطالب وعلى المتعلم بشكل كبير، ويركز أيضا على مهارات التفكير العليا من خلال تفعيل وممارسة المتعلم للمهارات المعرفية والمهارات الماوراء المعرفية. طبعا حنجي لها في الشرائح القادمة نعرف إيش المهارات المعرفية وإيش المهارات اللي ما وراء المعرفية باستخدام التقنيات الحديثة والإنترنت، واللي ذكرته أنتوا قبل شوية اللي هو التعليم باستخدام التقنية بالتقنيات الحديثة عن طريق التعلم الإلكتروني. أيضا هذا يصب في موضوع تعريف التعلم الإلكتروني وربطها بالواقع في بيئة تعلم تفاعلية ذكي. إذن دائما التعلم الذكي يكون مربوطا بالواقع، يعني لما تتعلم شيء تتعلم في شيء أنت تستفيده فعلا.
فعلا حتطبقه في حياتك حتمارس حيكون له اثر، حيسد فجوه عندك يعني في نقص عندك، في مهاره عندك ناقصه، التعلم الذكي راح يسدها ويساعدها في يساعدها انها يعني يردم هذه الفجوه بشكل فعال. وايضا تقدر تربطها بالواقع العملي في بيئه تعلم تفاعليه وذكيه غنيه بالمصادر التعليميه التفاعليه الحديثه. هذا التعريف يعني بشكل عام، وراح نجي برضو عن مفهوم بيئه التعلم التفاعليه كيف، او بيئه او التعلم الذكي كيف تكون. طيب اذا احنا تعرفنا على التعلم الذكي، خلونا الان نتعرف ما هو المتعلم الذكي. هو الذي يقوم ببناء المعرفه، طبعا هذا التعريف المتعلم هو مستنبط من التعريف السابق، هو الذي يقوم المتعلم الذكي هو الذي يقوم ببناء المعرفه الخاصه به من خلال الاستكشاف والممارسه وتطبيق للمهارات، تطبيق للمهارات المعرفيه ومراء المعرفيه باستخدام التقنيات الحديثه والمصادر المتعدده وشبكه الانترنت في بيئه تعليميه ذكيه وربطها بالواقع العملي، وبذلك يتم تغيير في السلوك واكتساب المهارات. طيب خلونا الآن نتعرف على البيئة التعلم الذكية. بيئة التعلم الذكية هي مكان تعليمي أو مساحة نشاط يمكن أن تكون على دراية بسيناريوهات التعلم، وغالبا هذا النوع من بيئات التعلم الذكية قد يكون فصل دراسي ذكي، قاعة دراسية تحتوي فصل دراسي يحتوي على كل مقومات التقنيات الحديثة، وقد يكون منصة تعليمية، قد يكون نظام إدارة التعلم زي البلاك بورد، زي أنظمة التعلم الأخرى، وأيضا يكون على دراية بسيناريوهات التعلم وتحديد خصائص المتعلمين. يكون للنظام هذا قدرة على تحديد خصائص المتعلمين وتوفير موارد تعليمية مناسبة. هناك أنظمة جديدة يسموها أنظمة أو منصات التعلم الذكية الجديدة. الطالب لما يسجل في هذه المنصة، قبل ما يسجل يعطوه يسألوه بعض الأسئلة، مثلا إيش المهارات اللي تبغى تطورها، إيش المهارات اللي أنت يعني اللي تمتلكها الآن، وإيش المهارات اللي تطمح أنك تكتسبها في المستقبل. فبناء على هذه المعلومات اللي انت اعطيتهم اياها وتعرفهم على خصائص التعلم اللي انت اعطيتهم اياها، خاصه الخصائص طبعا ممكن تكون العمر، الجنس، قد تكون درجه البكالوريوس، الماجستير، هل انت متعلم او طالب ثانوي وهكذا، وبناء على المهارات اللي اكتسبتها زي ما ذكرنا المهارات اللي عندك يبني عليها المعلومات، يعطيك المعلومات اللي انت تحتاجها، وتوفير الموارد التعليميه المناسبه. اذا اعطيتهم انت المعلومات كامله حيوفر لك المواد ويقترح لك الدورات اللي تكون مناسبة وتساعدك على تطوير مهاراتك اللي أنت تحتاجها فعلا، وأدوات تفاعل ملائمة وتسجيل عملية التعلم تلقائيا أثناء ما أنت قاعد تدرس في المنصة التعليمية هذه أو في المنصة التعليمية الإلكترونية هذه، قاعد تسجل كل الأشياء اللي أنت قاعد تسويها. شفت الدورة الفلانية، أكملت نصها، أكملتها بشكل كامل، شفت اطلعت على مجموعة من الفيديوهات وبعضها ما اطلعت عليها، وأيضا تقييم نتائج التعلم من أجل تعزيز فعالية التعلم المتعلمين. وتجمع بيئات التعلم الذكية بين البيئات المادية اللي زي ما ذكرنا الفصول الذكية، والافتراضية زي منصات التعلم الذكية لتوفير الدعم والخدمات التي يحتاجها. طيب أبسط يعني ممكن يكون عندنا مثال، أشهر المنصات اللي موجودة الآن حقيقة في موضوع اللي توفر بيئة تعلم ذكية، منصة تعرفون شبكة لينكد إن، هي شبكة اجتماعية عندهم لينكد إن ليرن، يعني منصة تعليمية خاصة باللينكد إن. هذه المنصة إذا سجلت فيها طبعا هي تأخذ المهارات اللي انت سجلتها في لينكد إن، وبناء عليها تقترح عليك مجموعة من الدورات اللي ممكن تكون مناسبة وتساعدك في تطوير مهاراتك. أيضا حتى أنت ممكن تشكل دورة من عدة دورات، يعني مثلا تقترح مثلا دورة مثلا في التصميم، فدورة التصميم هذه ممكن تنزل مجموعة من الفيديوهات من دورة مثلا الفوتوشوب، مجموعة من الفيديوهات من دورة الإلستريتور، مجموعة دورات في مجالات في التفكير التصميمي وهكذا، وتجمعها كلها وتصمم دورة تناسب احتياجاتك وتحقق تطلعاتك ومهاراتك. هذه تقريبا هي بدأت المنصات التعليمية تحذو هذه المنصة. طيب خصائص التعلم الذكي، ما هي خصائص التعلم الذكي؟ التعلم الذكي من أهم خصائصه، لو تلاحظوا في الشكل اللي احنا شايفين الآن مع بعض، انه هذا التعلم يحدث بأي طريقة تناسب المتعلم، وممكن ايضا ان يحدث في اي مكان
وفي أي وقت وفي أي سرعة تناسب المتعلم والطالب، بحيث أنه سرعة التعلم قد تختلف من طالب إلى آخر. فميزة أو ميزة التعلم الذكي أنه الطالب أو المتعلم متحكم في عملية التعلم، ممكن يختار الطريقة اللي تناسبه في التعلم، ممكن يختار الوقت اللي يناسبه في التعلم، يختار المكان المناسب للتعلم، يختار سرعته في التعلم، ممكن يأخذ والله درس اليوم، ممكن يأخذ درسين في اليوم، ممكن يأخذ 3 دروس على حسب إمكانياته وقدراته والوقت المتاح له. فهذه هي في تنوع كبير في طرق أو في مرونة عالية في موضوع التعلم الذكي. هذا التعلم الذكي يكون غالبا تعلم نشط، ويكون هذا التعلم تعلم سهل ومبسط، وأيضا يكون فعال، يحقق فعلا الأهداف التعليمية، لأن الطالب هو اللي يقود عملية التعلم بذاته. والتعلم الذاتي حقيقة يكون له دور كبير في عملية التعلم. نجد أن الطلاب الذين لديهم مهارات التعلم الذاتي يكتسبون مهارات، يعني يتعلمون بذكاء بشكل أفضل من غيرهم. فهذه تقريبا هي خصائص التعلم الذكي باختصار في هذه الصورة وفي هذا الشكل. طيب، هل هناك فرق بين التعلم الإلكتروني والتعلم الذكي؟ طبعا تقريبا أغلب خصائص اللي حنا شفناها قبل شوية هذه اللي هي تقريبا موجودة في التعلم الإلكتروني، إنه في أي وقت وأي مكان ممكن الطالب يتعلم بالسرعة اللي تناسبه. هذه تقريبا يحققها موضوع التعلم الإلكتروني. يضافا إليها إنه يمكن القول بأن التعلم الذكي هو الجين الثاني للتعلم الإلكتروني من ناحية المهارات التي يكتسبها المتعلم. فإذا كان المعلم أو المعلمة أو العضو هيئة التدريس يركز على مهارات التفكير العليا مع طلابه، إذا كان الطالب يركز على مهارات التفكير العليا مع لنفسه أو تطوير هذه المهارات، فهو ينتقل إلى موضوع التعلم الإلكتروني، بشرط أن يكون هذا التعلم في بيئة تعلم ذكية وبأسلوب تدريس إلكتروني مناسب. هذه طبعا الجدول ما راح يعني اشرح لكم بشكل كامل، لكن ممكن تطلعون عليه لاحقا ان شاء الله. المادة التدريبية هذه انا راح ارسلها لكم باذن الله في نهاية الدورة او في اليوم التالي، تصلكم على بريدكم الالكتروني. هذه مقارنة في الجدول هذا، عندنا تقريبا 3 أعمدة، مقارنة بين التعلم التقليدي في الفصول الدراسية وبين التعلم الالكتروني وبين التعلم الذكي، سواء من نتيجة التعلم، مهمة التعلم، طريقة التعلم، استراتيجية التدريس، دعم التعلم، كلها نجد أنه التعلم الذكي يعني يتفوق على كل المهار، حتى يتفوق على موضوع التعلم الإلكتروني، مع أنه يعتبر التعلم الإلكتروني جزء من موضوع التعلم الذكي ويستند عليه يعني بشكل كبير جدا، ويستند على تقنيات التعلم الإلكتروني أيضا بشكل كبير. هذه للإطلاع بعدين إن شاء الله ممكن ترجعوا لها لاحقا في المادة التدريبية. هذه منصة لينكد إن اللي كلمتكم عنها قبل شوية، لينكد إن ليرن. طبعًا اللي يعرف لينكد إن شبكة تواصل اجتماعية خاصة بالمحترفين في مجال الأعمال في شتى المهارات، في الإدارة، في التصميم، في البرمجة، في التقنية، في شتى المجالات. ممكن واحد، وأيضًا تعتبر شبكة للتوظيف، شبكة عالمية للتوظيف مبنية على المهارات. فكل شخص لما يسجل حسابه في هذه المنصة مطلوب منه أنه يسجل ما هي المهارات التي يتقنها. ثم طبعاً لينكد إن ليرنينج هذه في الأصل أصلاً كانت موقع مستقل عن لينكد إن، اسمها ليندا، موقع اسمه ليندا. يمكن بعضكم اللي كانت اللي يسمع عن موقع ليندا، هذا الموقع هو عبارة عن فيديوهات تعليمية أو دورات تعليمية على شكل فيديوهات تعليمية. الشركة لينكد إن استحوذت على موقع ليندا وضمته وسمته بلينكد إن ليرنينج، وهذه المنصة تستطيع أنك زي ما ذكرت لكم أنها تقترح لك دورات بناء على المهارات اللي أنت سجلتها في حسابك. ممكن أنك تصمم دورة على حسب احتياجاتك، زي ما ذكرنا قبل شوية ممكن تصمم دورة من يعني تجمع مجموعة دروس من أكثر من دورة مختلفة، وتساعدك أيضا، تعطيك تقارير عن مدى تقدمك، عن الإنجازات اللي أنت حققتها، وعن المهارات اللي أنت تستطيع أنك تطورها في المستقبل. فأنصحكم أنكم برضو تشتركون في هذه المنصة لكي تتعلموا يعني بذكاء في هذا المجال. طبعا المنصة باللغة الإنجليزية، لكن ممكن أنك تستفيد منها من الفيديوهات اللي موجودة منها بشكل كبير جدا. وما أدري إذا كان هناك في بعض الدروس فيها مترجمة أو لا، ما عندي فكرة حقيقة بالضبط، لكن هي في الأصل باللغة الإنجليزية.
طيب ما هي مهارات التعلم الذكي؟ قبل ما نروح على مهارات التعلم الذكي خلينا نعرف ايش مهارة، ايش المهارة، تعريف المهارة. يعرف كوتريل المهارة بأنها القدرة على الأداء والتعلم الجيد وقت ما نريد، والمهارة نشاط متعلم يتم تطويره خلال ممارسة نشاط ما تدعمه التغذية الراجعة، وكل مهارة من المهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر منها، والقصور في أي من المهارات الفرعية يؤثر على جودة الأداء الكلي. طيب تعريف مهارة التعلم الذكي، هي المهارة، المهارات والقدرات المعرفية ومراها المعرفية اللي حنجيلها بعد شوية، والتقنية، لاحظ في عندنا مهارات تقنية أيضا التي يحتاجها المتعلم ليتمكن من اكتساب المعارف والعلوم والمهارات اللازمة ويتعلم بشكل جيد ويحقق أهداف التعلم باستخدام تقنيات التعلم الحديثة والتعلم الإلكتروني، ويصبح قادرا على الابتكار والإبداع ضمن سوق تنافسية معرفية تقنية متطورة باستمرار. خلونا نتعرف على أنواع مهارات التعلم الذكي. عندنا تقريبا 5 أقسام أو 5 أنواع من أنواع المهارات. المهارات المعرفية اللي يسموها كوجنيتيف، هي اللي خاصة بالتفكير الناقد وحل المشكلات ومعالجة المعلومات. مهارات ما وراء المعرفية يسموها الميتا كوجنيتيف، اللي هي عملية إدارتك لعملية التعلم، ليست هي تعليم لكنها تخطيط لعملية التعلم، إدارة لعملية التعلم، يسموها مهارات ما وراء المعرفية. مهارات تقنية في استخدام الحاسب الآلي والإنترنت ومنصات التعلم. مهارات تحفيزية للتعلم، أنك تستطيع أنك تحفز نفسك على التعلم بشكل مستمر. أيضا مهارات التواصل بالقراءة والكتابة، موضوع القراءة والكتابة مهم جدا، يستمر معك يعني من يوم تتعلم الحروف الألف باء إلين تتخرج من الجامعة إلين تحصل على الماجستير والدكتوراه. حتى الآن اللي حضر رسالة ماجستير وحضر رسالة دكتوراه يعرفون قيمة إيش معنى قراءة وإيش معنى كتابة. لن تستطيع أن تحصل على شهادة ماجستير ودكتوراه وأنت لا تستطيع القراءة بشكل جيد. لن تستطيع أن تحصل شهادة ماجستير ودكتوراه وأنت لا تستطيع أن تكتب بشكل جيد. لن تستطيع أن تتعلم بذكاء إذا لم تتعلم كيف تقرأ وتكتب بشكل جيد. لذلك بعضهم يقول إيش يعني قراءة وكتابة، يعني كلنا نعرف نقرأ ونكتب. لا، هناك مهارات للقراءة، هناك مهارات للكتابة، تختلف يعني. ومهم جدا إحنا كمعلمين كمعلمات نهتم بموضوع، أو كأعضاء التدريس دائما نشجع طلابنا على أنهم يطوروا مهاراتهم في موضوع القراءة، في موضوع الكتابة. التواصل، القراءة تواصل، الكتابة أيضا تواصل مع الناس، كتابة البريد الإلكتروني، كتابة رسالة، كتابة حتى رسالة في شبكات التواصل الاجتماعي، أنت قاعد تكتب، أنت قاعد تقرأ، كل هذه مهارات مهمة جدا، مهمة إحنا نطورها. طيب المهارات المعرفية اللي هو الكوجنيتيف، اللي هي مهارات التعلم الأساسية لتحديد المعلومات ذات الصلة اللي يحتاجها، الفهم، أن أستطيع أن أفهم المعلومة، أني أطبقها بشكل جيد، أني أربط بين المفاهيم المختلفة بحيث أني أستنتج مفاهيم جديدة، أني أحلل المعرفة اللي أنا اكتسبتها، أني أقيمها بشكل جيد، أيضا أني أستطيع أني أحل مشكلات معينة، التفكير الإبداعي، التفكير الناقد، التفسير، الخيال، هذه كلها مهارات معرفية اللي هي مهارات التعلم الأساسية، اللي هي غالبا تكون مهارات التفكير العليا حسب تصنيف بلوم. مهم ان احنا نركز مع، لكي تتعلم بشكل ذكي يجب انك تركز على هذه المهارات وتطورها في اي تعلم تبغى تتعلمه، في اي فيديو تشوفه، في اي كتاب تقراه، في اي مقطع تشوفه. طيب المهارات الما وراء معرفية اللي هي ممكن الجديدة على البعض منكم وممكن البعض يعرفها، اللي يسموها الميتا كوجنيتيف، اللي هي مهارة إدارة التعلم. اذا هل نستطيع ان احنا نحقق هذه المهارات بدون هذه المهارات؟ قد تتحقق لكن بصعوبة، لكن لو حققت هذه المهارات مع المهارات السابقة اللي قبل شوية، مهارات المعرفية، راح تتعلم بذكاء بشكل أفضل، عندك قدرة على التخطيط وإدارة التعلم بشكل جيد، تقدر تقدير الأهمية، أهمية المعلومة. قد هناك يعني بعض المعلومات درجة الأهمية فيها مختلفة من موقع إلى آخر، من مصدر إلى آخر. تحديد الاحتياجات، إيش الأشياء اللي أنا أحتاجها، إيش المهارات اللي أنا أحتاج أطورها، أستطيع أني أحدد أهدافي في التعلم. تقدير الوقت والجهد، كم أحتاج أنا لما سجلت في دورة معينة، لما أبدأ أقرأ كتاب معين، كم الوقت والجهد اللي أنا أحتاج أني أبذله. لازم أني أحدد لي وقت وعلى أساس أنجز هذه المهمة بشكل جيد. أيضا تحديد وتنظيم المصادر التعليمية، هناك لو واحد مثلا دخل على الإنترنت ودخل على جوجل حيجد عنده كم هائل جدا، ثورة معلوماتية كبيرة جدا من المعلومات، آلاف من المعلومات، آلاف من الفيديوهات مثلا في اليوتيوب. كيف تستطيع أنك تحدد وتنظم المصادر التعليمية لكي لا تغرق في بحر المصادر التعليمية المفتوحة المتعددة في الإنترنت؟ أيضا أنك تعثر على مكان مناسب للدراسة، خصص لك مكان، زاوية، غرفة، مكتب معين في المنزل،
المكان هذا ممكن يكون لك مناسب، هذا المكان ممكن تغيره، ممكن مرة من المرات تذهب إلى مثلا مقهى وتتعلم منه، ممكن تذهب إلى نزهة وتتعلم في المنتزه وهكذا. فتحدد لك أيضا، تعثر على مكان مناسبك يساعدك على التعلم بشكل جيد. رصد الفهم والاستيعاب، إدارة الوقت، وهذه نقطة مهمة جدا، وسرعة التعلم. إذا ما كان عندك إدارة فعالة للوقت لتعلمك ما راح تتعلم بذكاء. أيضا أنك تحافظ على دافعيتك للتعلم وتطلب المساعدة عند الحاجة. إذا ما فهمت نقطة ممكن تتواصل مع المعلم، ممكن تتواصل مع خبير، ممكن تتواصل مع المعلم، مع المعلم، مع عضو هيئة تدريس عند المحاضي. تعتبر مهارة مهمة جدا أيضا من المهارات الما وراء المعرفية. أيضا تقييم التعلم وفعالية عملية التعلم، لازم في النهاية بعد ما تأخذ المعلومة تكمل الدورة فعلا، هل أنت فعلا استفدت من هذه الدورة؟ هل طبقتها على أرض الواقع؟ هل استفدت ولا مجرد أنك اللهم فقط خلصت الدورة وأخذت الشهادة وانتهى الموضوع؟ لا، يفضل أنه لا يكون عهدك بهذه المعلومة هي الشهادة التي أنت حصلت عليها أو نهاية الوقت لهذه الدورة. المهارات التقنية وكلكم يعرفونها، ما أعتقد أنه حنا الآن ما شاء الله جيل التقنية لا تخفى عن الجميع، وكلنا أو أغلبنا خاصة بعد جائحة كورونا، نسأل الله أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد، أصبح يتقن هذه المهارات يعني بشكل جيد، سواء استخدام اللي كان ما يعرف تقنية أصبح الآن بعد كورونا أعتقد أنه أجبر أنه لازم يستخدم هذه التقنية. حتى الناس اللي كانوا معارضين لموضوع التقنية أصبحوا يستخدمونها بشكل فعال، وحتى تغيرت نظرتهم عن موضوع التقنية، تغيرت نظرتهم حول التعلم الإلكتروني، تغيرت نظرتهم حول التعليم عن بعد. إذن المهارات التقنية الأساسية معروفة للحاسب الآلي بشكل عام، البريد الإلكتروني، استخدام المنصات التعليمية وأنظمة التعلم الإلكتروني، استخدام أدوات التفاعل في الفصل الافتراضي زي ما احنا قاعدين نتفاعل مع بعض معكم باستخدام المواقع أو بعض المواقع التفاعلية من طريق الشات، هذه كلها من أدوات التفاعل. أيضا تحميل البرامج الأساسية، البحث في الإنترنت، الوصول إلى مصادر التعليم على شبكة الإنترنت، استخدام منتديات النقاش، وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا أنك تكون قادر على التعاون عبر الإنترنت من خلال المنصات اللي تتيح التعاون في مجال التعلم، أيضا أنك قادر على استكشاف الأخطاء وإصلاحها والبحث عن الحلول التقنية اللي تواجه جهازك أو تواجه مثلا نظام إدارة التعلم والمنصة التعليمية اللي أنت تستخدمها. ممكن تتواصل إذا عندك ما جهتك أي مشكلة تقنية مع الجهة التي سواء مع الجهة اللي تقدم هذه المنصة ومع الدعم الفني لكي يبحثوا لك عن حل إذا ما توصلت إلى حل للمشكلة التي أنت واجهتها. تقريبا هذه هي المهارات الأساسية. قلنا عندنا مهارات معرفية ومهارات ما وراء معرفية ومهارات تقنية ومهارات القراءة والكتابة معروفة عند الجميع. وخلونا الآن ننتقل على خصائص الطالب الذكي. ما هي خصائص الطالب الذكي؟ القدرة أول شيء على التخطيط وإدارة التعلم، قادر على التخطيط لتعلمه، قادر على تحديد أهداف تعلمه بدقة، ماذا أحتاج لكي أتعلم، لديه دافعية عالية للتعلم، شخص إيجابي ومبادر، يمتلك مهارات تقنية عالية ويسعى لتطويرها باستمرار، يمتلك رغبة في تطبيق كل ما تعلمه في أرض الواقع. هذه نقطة مهمة جدا في موضوع الطالب الذكي والتعلم الذكي. الشيء اللي ما طبقته في أرض الواقع قد يكون ما منه أي فائدة ولن يعود عليك بأي فائدة. يساعد زملائه في التعلم، طبعا المساعدة غير التنقيش، يعني أنك تنقش زميلك ولا تعطيه الإجابة كما هي على طبق من ذهب، لا، ممكن تساعد زملائك في شرح، مثلا تشرح لهم درس معين، تشرح لهم مفهوم معين، تتعاون معهم في إنجاز مهمة معينة، تتعاون معهم في إنجاز مشروع معين، لكن لا تروح تعطيهم المعلومة كما هي جاهزة. يجب أن احنا نفرق بين أنك تساعد زملائك وبين أنك يعني تعطيهم المعلومة كما هي جاهزة أو تعطيهم الإجابة للسؤال أو للاختبار أو أي كان. يمتلك حس الرقابة الذاتية والمسؤولية في العملية التعليمية، المشاركة والمساهمة بالأفكار وجهات النظر والتعليقات، أيضا يمتلك مساحته الخاصة للتعلم. تجد هذا الطالب الذكي أو المتعلم الذكي له زاوية للتعلم، يعني تكون غالبا تكون زاوية أهدى مكان في البيت ممكن أنه يتعلم فيه، وله يعني إذا بدأ يتعلم المفروض ما في أي شيء يشغله، حتى الجوال ممكن يكون بعيد عنه. طيب، ما هي أكبر مشكلة تواجه الطلاب في التعلم؟ إيش رأيكم؟ أنا يعني طولت عليكم شوية في الكلام، خلونا الآن قبل ما نختم يعني إن شاء الله ما عاد بنطول، يعني ما هي أكبر مشكلة تواجه الطلاب في التعلم؟ اكتبوا لي في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، ما هي أكبر في كلمة واحدة أكبر مشكلة تواجه الطلاب في التعلم؟ يلا يا معلمين يا معلمات وأعضاء التدريس اللي عندنا والطلاب والطالبات، ما هي أكبر مشكلة تواجهكم في التعلم؟ عدم توفر النت. والله ما أعتقد أنه أصبحت النت مشكلة في خاصة عندنا مثلا في المملكة.
صعوبة الوصول، عدم الدافعية، الملل، عدم الرقابة، أو الملل المسيطر صراحة على الموضوع، عدم الثقة، التنمر، غياب الدافعية للتعلم، الحفظ، المعلم. واحد كتب المعلم، ايش اكبر مشكله المعلم؟ لا ان شاء الله ما هو اكبر مشكله. زي ما ذكرنا في كلمه واحده يعني ضعف الشبكه في القرى، قد تكون فعلا بعض القرى فيها شبكه، الشبكه تكون فيها ضعيفه فعلا. طيب ضعف، عدم غياب الدافعيه، قله الدافعيه، ما شاء الله الاجابات. انا حاولت انها تكون يعني سحابيه على اساس نشوف الاجابات كلها مع بعض يعني. جميل، يعطيكم العافيه. عنف المعلم، اوه ان شاء الله انه يكون محدود هذه المشكله. لا زال الملل وعدم الدافعيه والرغبه يعني مسيطر على الموضوع يعني. كثره الملهيات، نعم فعلا. فقدان الشغف، حلو. عدم وجود بيئه محفزه، جميل. غياب الدافعين عند المتعلم وغياب الشغف عند المعلم، حلو، عجبتني. قلة التقنيات الحديثة، ما أعتقد أن هذه مشكلة، إحنا ما شاء الله عندنا الآن طفرة في التقنيات الحديثة وليست قلة. يكون الطالب بصري، إذا طالب بصري إذا لازم نود أن نمده بالفيديوهات بالصور على أساس يتعلم بشكل بصري، حلو. لا توجد بيئة جذابة، قلة الممارسة، يعطيكم العافية، عدم التحفيز، التشتت، عدم الرغبة. شكرا، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. جميل، لو تلاحظوا أنه فعلا يعني يمكن النقاط الأربع كلمات اللي في النص هذه الكبيرة يعني فعلا هي من أكبر المشكلات اللي فعلا تواجه الطالب، وتقريبا الملل وعدم الدافعية والتشتت وعدم التحفيز، تقريبا كل هذه الكلمات يعني تصب في مكان في 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 مكان واحد. طيب احنا ايش دورنا احنا كمعلمين، كمعلمات، كاعضاء التدريس في حل هذه المشكله؟ اعتقد ان احنا يجب ان يكون لنا دور كبير في هذا الموضوع من ناحيه توفير المصادر التعليميه، في تنوع المصادر التعليميه نقدمها للطلاب، في تنوع اساليبنا في التدريس والتعليم، في اشراك الطالب بشكل فعال. زي ما ذكرنا ان الطالب اذا ما شارك معك، اذا ما كان له دوره، خليه هو اللي يجيب المعلومه، لا تعطيه انت المعلومه على طبق من ذهب، خليه هو اللي يصل للدرس الجديد، خليه هو يصل للمعلومه الجديده بنفسه، من خلال مثلا مجموعه، تقسيم الطلاب الى مجموعات، من خلال المشاريع، من خلال تحفيزهم على البحث، ومن خلال تقنيات مثلا الصف المقلوب، تخلي يشوف المعلومه مثلا في البيت ثم ياتي للفصل الدراسي وتناقش معه هذه. فكل هذه الاساليب ممكن تساعد، لكن كيف انه الطالب يحاول انه يقضي على الملل هذا من القراءه؟ تحصل الطلاب، بعض الطلاب وبعض الطالبات يفتح الكتاب يقرا مثلا شويه وفجاه يعني حس بالملل وعدم الدافعيه وكل شويه تجي رساله على الجوال، فكيف انه يعني حل هذه المشكله؟ من التقنيات اعتقد اللي هو زي ما ذكرنا برضه اللي هو موضوع الملل، وايضا التسويف والتاجيل، اعتقد انه برضه من المشاكل اللي تواجه الطلاب في موضوع التعلم ايضا التسويف، انه ياجل دائما التعلم الى اخر لحظه، فتحصل طلابنا ما يذاكرون الا اذا جات الاختبارات، اذا جاء ليله الاختبار قبل الاختبار بيوم يومين بدا يذاكر المنهج، ما تحصل انه يجد يعني يذاكر يعني بشكل يومي، لو بدا في الدرس وبدا يفتح الكتاب حس بالملل زي ما ذكرته، ويروح يسوف يقفل الكتاب ويؤجل التعلم الى وقت اخر. طيب من التقنيات اللي ممكن تساعدنا على القضاء على الملل وعلى التسويف والتاجيل؟ التقنيه يمكن البعض تعرفوها اللي يسموها تقنيه البرومودو، وهي تقنيه يعني يمكن البعض سمع عنها، او تقنيه الطماطم كما يسموها، هي انك يعني تقسم وقت تعلمك لما تبدا في التعلم، انك مثلا تضع لك 25 دقيقه تتعلم فيها، وبعدين تبدا تاخذ راحه لمده 5 دقائق 10 دقائق، مثلا اذا كان الجوال بعيد منك ممكن تتصفح الجوال، ممكن تاخذ لك فنجان قهوه، ممكن انك تسوي بعض التمارين، ممكن تطلع تتمشى وترجع، وهكذا. يعني كل 25 دقيقه، يعني لا تقعد ساعه كامله وانت قاعد على المكتب تذاكر، لا تقعد ساعه كامله وانت قاعد على المنصه التعليميه تذاكر، لا، حاول انك تقعد 25 دقيقه وبعدها خذ لك بريك لمده 5 دقائق و10 دقائق. هذه برضو ممكن تساعد على القضاء على التسويف والتأجيل وعلى الملل في التعلم.
في فيديو المفروض ان احنا نشوفه، لكن الوقت قد لا يسعفنا لانه مدتها يعني شويه طويله. طبعا تعرفون عمار بوقس، البعض يعرفكم، هو يعني شخصيه ملهمه، وهو من يوم ولد وهو معاق يعني، ف لكنه استطاع أن يقضي على إعاقته بشكل كبير ويتخرج من الجامعة ويحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. تخيل وهو جالس على كرسي، هذا الكرسي المتحرك، معاق، ما يتحرك منه إلا عينيه ولسانه فقط. تخيل هذا الشخص استطاع أنه يقضي على كل هذه التحديات اللي أمامه بشكل فعال وكبير، وشخصية ملهمة. ممكن أنكم تبحثون على اليوتيوب وتشوفون الفيديو بشكل كامل. طيب خلونا الآن نروح على بعض المصادر، هذا آخر شيء عندنا، بعض المصادر التعليمية المفتوحة اللي تساعدنا على التعلم الذكي بشكل أكبر، خاصة حنا كمتعلمين، كطلاب أو طالبات، أو حتى معلمين ومعلمات إذا حبينا حنا نتعلم فيها بشكل، فهي موجودة ومتاحة على الإنترنت. الإنترنت بشكل عام كله يعتبر مصدر تعليمي مفتوح ممكن أنك تستفيد منه. خلونا نروح نشوف على بعض المنصات، البعض قد يعرفها البعض لا، خلونا نتعرف عليها كده بشكل سريع. في عندنا أول منصة اللي هي منصتنا عندنا في جامعة الملك خالد، منصة تعليم مفتوحة للجميع من جميع أنحاء العالم، ممكن أي واحد يسجل فيها. منصة تعليمية تركز على مهارات المستقبل، وفيها مجموعة على شكل دورات وأيضا على شكل برامج، يعني البرنامج عبارة عن مجموعة دورات تأخذ فيه أيضا، إذا خلصت المهمة أو خلصت الدورة تحصل أيضا على شهادة معتمدة من جامعة الملك خالد. هذه منصة مفتوحة للجميع، ليس لها هناك شروط للقبول ولا شيء، تدخل على طول تسجل وتبدأ تتعلم مباشرة بذكاء على حسب مهاراتك اللي حنا تكلمنا عنها، المهارات المعرفية والمهارات المعرفية، وتحدد احتياجاتك بالضبط، إيش المهارات اللي تحتاج أنك تطورها بشكل جيد. منصة رواق من المنصات المشهورة العربية عندنا، وهي تقريبا من أولى المنصات العربية حقيقة التي بدأت في موضوع التعلم المفتوح والمنصات التعليمية الإلكترونية. أيضا منصة إدراك، منصة عربية برضه مشهورة في مجال التعليم، وفيها عدد كبير من الدورات ممكن أنكم تسجلون فيها وتستفيدون منها أيضا بشكل مجاني. كل الدورات، هذه المنصات تقدم الدورات بشكل مجاني. هذه مهارة أيضا برضه منصة تعليمية عربية تركز على الدورات التقنية والتصميم، يعني بشكل تحدد، يعني تركز على مهارات محددة بالتحديد. أيضا عندنا منصة أعناب، هذه منصة رقمية خاصة بالمعلمين والمعلمات، ممكن تستفيدون من الدورات اللي موجودة فيها. أيضا عندنا دروب، هي منصة رسمية تابعة لهدف، هذه المنصة أيضا تحصل فيها أيضا شهادة معتمدة من جهات رسمية، وممكن تفيدك أيضا في تقديمك، في توظيفك، في الوظائف اللي تقدم عليها، ممكن تفيدك يعني بشكل كبير جدا، وتقدم فيها مجموعة من الدورات اللي تهم سوق العمل يعني بشكل كبير جدا. منصة دروب. منصة إثرائي، هذه برضو منصة تابعة لمعهد الإدارة، وأعتقد معظمكم يعرف هذه المنصة. أيضا فيها دورات متزامنة، عن زي ما احنا الندوات اللي احنا نقدمها بشكل متزامن في وقت محدد، أيضا عندهم دورات غير متزامنة ممكن تسجل فيها وتحصل على شهادات، أيضا شهادة معتمدة من معهد الإدارة. في أيضا عندنا منصة زادي، وهي منصة خاصة بتعلم العلوم الشرعية، اللي حاب أن يتعلم في مجال الشرعي، في الفقه، في التوحيد، في الفرائض وغيرها من هذه في مجال الشرعي. منصة لينكد ليرنينج اللي تكلمنا عنها، وأيضا من أشهر المنصات، تقريبا من أولى المنصات التعليمية على الإنترنت اللي بدأت، اللي هي منصة إدكس. هذه منصة إدكس بدأت يعني بمشروع من جامعة هارفارد وجامعة MIT، واشتركوا وحبوا أنهم يعلموا الناس، فبنوا منصة تعليمية وطرحوا فيها كل المقررات وكل الدورات اللي ممكن تفيد، يعني كأنت الآن وأنت في أبها وأنت في الرياض وأنت في الدمام، تقدر تحصل على شهادة من جامعة هارفارد وأنت قاعد في بيتك، شهادة معتمدة وموثقة بشرط أنك تسجل فيها. طبعا الشهادة، طبعا المناهج عندهم باللغة الإنجليزية، يوجد بعض الدورات عندهم مترجمة إلى اللغة العربية، وعندهم أعتقد دورة اسمها Learn How to Learn، يعني تعلم كيف تتعلم، تقريبا ما أدري هي في إدكس أو كوراسيرا، حنشوف منصة كوراسيرا واحدة من المنصتين هذه، أنصحكم أنكم تسجلون فيها. وأيضا ميزة الدورة هذه اللي هو Learn How to Learn، تعلم كيف تتعلم، موجودة مترجمة أيضا باللغة العربية.
هذه منصة كوراسيرا أيضا منصة مشهورة. تخيلوا أنه عدد المنصات هذه أصبح المشتركين فيها بالملايين، يعني تخيلوا منصة إيدكس أو كوراسيرا، يعني بعض المنصات تجاوز عدد الطلاب فيها المشتركين أكثر من 40 مليون. تخيل ما هي الجامعة التي فيها 40 مليون طالب؟ لا يوجد. الآن مع التقنيات الحديثة ومع التعلم الجديد ومع التعلم الذكي أصبحنا فعلا قادرين نحن نعلم آلاف الطلاب عن طريق منصات، هذه كلها منصات تعليم ذكية ممكن أنكم تستفيدون منها. هذه منصة كوراسيرا أيضا برضو من المنصات التعليمية المشهورة. أيضا منصة يوداسيتي وهي منصات التعليمية المتخصصة جدا حقيقة في مجال البرمجة، في مجال التقنيات، في مجال حتى السيارات ذاتية القيادة، في الأمن السبراني أنصحكم، لكنها باللغة الإنجليزية، وغالبا الناس المتخصصين في البرمجة وفي المجال هذا غالبا يكون لغتهم الإنجليزية جيدة، فأنصحكم أنكم برضو تستفيدون من الدورات اللي تقدمها هذه المنصة. منصة يوديمي برضو منصة مشهورة تقدم دورات سريعة، دورات خفيفة في شتى المجالات، في الإدارة، في التصميم، وأيضا أنتم حتى كمعلمين، كمعلمات، كأعضاء تدريس ممكن أنكم تشتركوا في هذه المنصة وتقدموا دورات للناس إما بشكل مجاني أو حتى بشكل مدفوع، يعني حتى ممكن تسجل فيها وتنزل دوراتك. طبعا هي تعتمد على الفيديوهات التعليمية بشكل كبير جدا، وقد تتخيلوا أنه بعض هذا الدورات، يعني بعض المعلمين أو بعض المدربين في هذه المنصة قد يصل عدد الطلاب عنده إلى أكثر من 150 ألف طالب. تخيل يعني أنك تدرس 150 ألف طالب يكون عندك مسجل في كورس، في دورة، في دورتين أو في ثلاث دورات. تحصل هنا في هذه المنصة بعض المدربين عنده يصل، يمكن هذا على حد علمي أنه في واحد يمكن تقريبا 173 ألف طالب وطالبة التحقوا بدوراته، تقريبا يمكن عنده 5 أو 6 أو يمكن 10 دورات بالكثير يعني في هذه المنصة. فهذه المنصة أيضا أنتم كمعلمين ومعلمات ممكن تنزلوا دوراتكم إذا حبيتوا، إذا عندك مهارات التدريب وممكن أنك تسجل دورتك وتنزلها في هذه المنصة وتنزلها إما بشكل مجاني أو حتى بشكل مدفوع يكون أيضا مصدر دخل مناسب. هذه منصة اسمها سكيل شير، هذه منصة متخصصة للمبدعين في مجال التصميم، في مجال التصوير، في مجال الديزاين، الانيميشن، الموشن جرافيكس. اللي حاب يتخصص في هذا المجال، اللي هاوي التصميم والفوتوشوب والبرامج التابعة لها هذه، يروح للمنصة هذه، هي المنصة المتخصصة في هذا المجال، لكن للأسف أنها باللغة الإنجليزية. لكن غالبا البرامج هذه الفوتوشوب وهذه ممكن انك تتعلم بالانجليزي، لانهم دائما يطبقون على البرامج اللي يشتغلون عليها سواء الفوتوشوب او الالستريتور او غيرها من البرامج. اليوتيوب اكبر طبعا منصه تعليميه مفتوحه على اليوتيوب، ممكن تستفيدون منها ايضا. فتقريبا هذه هي اهم الاشياء اللي احنا في دورتنا هذه الليله. اشكركم حقيقه، احنا تقريبا تجاوزنا الوقت المحدد بست دقائق. أشكركم حقيقة على تفاعلكم. خلونا الآن الدورة الآن انتهت، إذا بفتح الآن النقاش أو لمدة 5 دقائق فقط، استأذنكم أستاذ علي فنحن نأخذ بس 5 دقائق إضافية. الدورة انتهت، اللي حاب إنه يغادر القاعة فممكن يغادر، اللي حاب إن عنده أي سؤال حنفتح الشات. أستاذ علي كرما منك تفتح الشات، الله يعطيك العافية، أساس نشوف إذا في أي أسئلة قبل ما أن ننهي دورتنا هذه الليلة. أشكركم جميعا، جميع الأخوة الحاضرين والحاضرات، أتمنى أن حنا قدمنا لكم فائدة مرجوة من هذه الدورة. زي ما ذكرنا السؤال اللي دائما يتكرر عن الشهادة وعن التحضير، كما ذكرنا أنه الشهادة بإذن الله راح تصلكم خلال أسبوع على البريد الإلكتروني، والتحضير إلكتروني من قبل النظام، ليس هناك رابط للتحضير. نشكركم جميعا على حضوركم، والله يعطيكم العافية. اللي عنده سؤال يسأل عن طريق الشات، الله يعطيكم العافية. دورتنا اليوم سريعة كذا خفيفة لمدة ساعة فقط، حاولت أن أجمع لكم زي ما تقول الزبدة في هذا المجال في موضوع التعلم الإلكتروني. أتمنى أنتم مدام من المحاضرين عندي معلمين ومعلمات نسبة كبيرة أو أعضاء التدريس، أتمنى أنكم تنقلون هذه المعرفة إلى طلابكم وطالباتكم لكي يستفيدوا منها بشكل جيد، ولزملائكم المعلمين. أشكركم جميعا على حضوركم، الله يعطيكم العافية. أشكر زميلي الأستاذ علي وجميع من حضر من داخل المملكة أو خارجها. طيب والله الأسئلة صراحة ودنا نوقف الشات الآن شوية، معلش اسمحوا لي نحن نوقف الشات لأني ما عاد قدرت أقرأ الأسئلة. طبعا كلها يعني دعوات بجزاك الله خير، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. كيف لي زي دكتورة نادية
الشهري. خلنا هنا السؤال اللي تقول نادي الشهري تقول كيف يمكن أني أطبق التعلم الذكي مع طالباتي. لو تلاحظي أستاذة نادية، حنا شرحنا عن موضوع التعلم الفعال وتكلمنا عنه بشكل سريع. أهم نقطة في موضوع التعلم الذكي دكتورة أو أستاذة نادية، إن حنا نفعل مع طلابنا موضوع بناء المعرفة. خلاص نخلي الطالب هو اللي يتحكم في العملية التعليمية، نساعدهم على إنه هم يكتشفون المعرفة بأنفسهم، نحاول إنهم يمارسونها، نحاول إنهم يكون هناك تفاعل بيننا وبين المعلم وبين الطلاب مع بعضهم البعض وبين المحتوى. أيضا المعلومات اللي حنا نعطيهم والمهارات اللي نعطيهم دائما نركز على مهارات التفكير العليا، لا نركز فقط على المهارات أن يعرف الطالب مثلا أنواع التعلم الإلكتروني، أن يعرف الطالب مفهوم التعلم الإلكتروني فقط. لا، ممكن أخليه مثلا إنه يفرق بين أنواع التعلم الإلكتروني، انه كيف يستطيع انه يطبق مفهوم التعلم الالكتروني على ارض الواقع. فنحاول ان احنا نركز على المهارات التفكير العليا للطلاب على اساس فعلا نعلم طلابنا بشكل ذكي ونخليهم يتعلمون بشكل ذكي. ايضا ان احنا نشرح لهم المهارات اللي احنا تكلمنا عنها قبل شويه، مهارات التعلم الذكي اللي تكلمنا عنها، هذه هي مهارات التعلم الذكي اللي حنا تكلمنا عنها، ونحاول ان حنا نخليهم نشرح لهم هذه المهارات وكيف انهم ممكن يستفيدونها، كيف ممكن يطبقونها. ايضا نشرح لهم ما هي المهارات ما وراء المعرفيه. الطلاب يمكن يعرفون ايش معنى فهم، ايش معنى تحليل، لكن هم يفتقدون الى فهم الى المهارات ما وراء المعرفيه، ما يعرفون كيف يخططون، ما يعرفون كيف يتعلمون، كيف يحددون احتياجاتهم، كيف انهم يتعلمون بشكل جيد، كيف يديرون وقتهم في التعلم. فمن خلال هذه المهارات نعطيهم اياها على اساس انهم يتعلمون بشكل جيد. لو علمناهم هذه المهارات فعلا احنا طبقنا التعلم الذكي فعلا مع طالباتنا. ايضا استخدام التقنيات الحديثه والمنصات التعليميه اللي ممكن تفيدنا في هذا الموضوع يعني بشكل كبير جدا. والدورة حقيقة يعني لا أخفيكم أن الدورة فعلا يحتاج لها وقت أطول. يعني هذا السؤال لحالة فعلا دكتورة نادية يبغى له دورة الحالة، يعني فعلا سؤال يعني في الصميم أنه كيف فعلا أطبق التعلم الذكي هذا مع طالبات. وبإذن الله أنه يكون لنا دورة، أن يكون لي أنا شخصيا دورة إما عن طريق مبادرون أو عن طريق عمادة التعلم الإلكتروني، يكون عندنا دورة بخصوص هذا الموضوع، كيف إحنا فعلا نطبق التعلم الذكي مع طلابنا أو مع طالباتنا. هذه الدورة لا أخفيكم سرا أنها في الأساس موجهة للطلاب والطالبات، ولكن أيضا أنتم كمعلمين كمعلمات ممكن تستفيدوا منها بأنكم تنقلون هذه المعرفة إلى طلابكم لكي يتعلموا بشكل بذكاء وبشكل أفضل. في هنا سؤال دكتورة أستاذة حديد تقول هل تقدم دورات مدتها شهر أو أسابيع؟ في منصة كيكيو إكس في عندهم دورات لمدة شهر وبعضها لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. نعم، في هناك مدة تختلف في منصة كيكيو إكس، اكتبي في جوجل كيكيو إكس يطلع لك المنصة، وفيها مجموعة من البرامج غالبا تكون لمدتها طويلة اللي هي البرامج. في عندهم تقريبا ثلاثة أو أربع برامج ممكن أنكم تسجلون فيها ومدتها يعني تقريبا شهر أو ثلاثة أسابيع على حسب. هل هناك دورات قادمة خلال الأسابيع القادمة في مجال التعليم؟ أتمنى أنكم تتابعون، نعم أعتقد في دورات. لو تتابعون حساب جامعة الملك خالد في تويتر، برنامج مبادرون، فيه العديد من الدورات مستمرة إلى نهاية شهر ذي الحجة. حتى بعد الحج في أيضا دورات موجودة سواء في مجال التعليم أو في عدة مجالات أخرى، لكن تقريبا النسبة الكبيرة حتكون للتعليم. هل الدورة مسجلة؟ نعم بإذن الله أنها مسجلة، وإذا رفعت سوف يرسل، تجدونها في قناة تمكين التعلم الإلكتروني اللي تابعة لعمادة التعلم الإلكتروني.